تحديث جديد في شركات السي بي اي نتج عنه تحول شركة سي بي اي بيلد الشهيرة الى اد بلو ميديا. ايه النتائج اللي نتجت عن كده، وهل هيحصل معانا مشاكل في تسجيل الدخول الى اد بلو ميديا، ولا هنقدر نستخدم نفس اليوزر نيم او البريد الالكتروني والباسورد او نفس بيانات التسجيل اللي في شركة سي بي اي بيلد؟ هل هتتأثر الارباح؟ هل هتتأثر طريقة الشغل وطريقة الربح وطريقة التسويق على شركة اد بلو ميديا؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة، فتابع الفيديو للنهاية. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة تعلم دوت نت ودرس جديد من دروس العمل والربح من الإنترنت. والنهاردة معانا تحديث للأسف صادم لبعض المبتدئين في مجال الربح من الإنترنت، وبالأخص المهتمين بشركات السي بي اي. لكن قبل ما نعرف التحديث الجديد ده وإيه اللي هينتج عليه وإيه اللي هيأثر فينا، اوعى تبخل علينا باللايك والشير، واكيد اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا وكل ما يخص العمل والربح من الانترنت. عندنا على القناة اكتر من 500 فيديو بنشرح فيهم كل ما يخص الربح من الانترنت وبالاخص للمبتدئين. ونرجع لموضوعنا. خلال يومين بدأنا ندخل على حساباتنا في شركة سي بي اي بيلد. للأسف ندخل على سي بي اي بيلد نلاقي الرابط مغلق أو مش موجود. زي ما احنا شايفين كنا بندخل على سي بي اي بيلد بنفس الطريقة اللي قدامنا دي، بنلاقي فيه مشكلة اهو أثناء التسجيل، إن فيه مشكلة في موقع سي بي اي بيلد دوت كوم زي ما احنا شايفين. بعد البحث والتفحيص وصلنا ان شركة سي بي اي بيلد تحولت الى اد بلو ميديا، تمام. حتى لو جينا بحثنا عن سي بي اي بيلد على محرك البحث جوجل بنفس الطريقة بنلاقي اختفاء لشركة سي بي اي بيلد، ما عادش موجود حاجة اسمها سي بي اي بيلد او الرابط اللي هو سي بي اي بيلد دوت كوم. طيب ايه اللي حصل؟ شركة سي بي اي بيلد نقلت من الدومين سي بي اي بيلد دوت كوم الى اد بلو ميديا دوت كوم، تحولت بنفس الطريقة بنفس الكيان الى اد بلو ميديا. طيب هل احنا نقدر نعمل تسجيل دخول بنفس بياناتنا القديمة ولا هنعيد التسجيل مرة جديدة؟ اول حاجة انت تقدر تعمل تسجيل دخول عادي جدا على اد بلو ميديا بنفس البيانات اللي انت سجلت بيها في موقع سي بي اي بيلد عادي جدا. بتدخل الايميل او اليوزر نيم والباسورد القديم بتاع سي بي اي بيلد وتدخل عادي جدا على شركة سي بي اي بيلد بس بالشكل الجديد اد بلو ميديا زي ما احنا شايفين، مفيش اي مشكلة نهائي. بنفس الداشبورد، بنفس العروض، بنفس التمبلت، بنفس الكونتنت لوكر، بنفس اللينكس، بنفس الحساب، بكل تفاصيل وبيانات الحساب القديم. كمان تقدر تستلم ارباحك بدون اي مشكلة عن طريق بايبال او بايونير او اي طريقة انت استخدمتها قبل كده، مفيش اي مشكلة خالص هتواجهك نهائي. لكن يبقى مشكلة وحيدة لسه موجودة دلوقتي ولم يتم حلها، وهو ان انت تعمل تسجيل جديد او ريجستر في حساب اد بلو ميديا. فالى الان التسجيل الجديد مقفول زي ما احنا شايفين. ريجستر سوري وي ار نوت بروسيسنج ريجستريشن ات ذس تايم، تمام. بقول لك قاعد تسجيل الدخول مرة أخرى في وقت لاحق، يعني التسجيل الجديد العملاء الجدد على شركة اد بلو ميديا موقوف حاليا. فأنا هسيب لك الرابط التسجيل موجود في صندوق الوصف، تضغط عليه وقت ما يفتح التسجيل تقدر تسجل فيه بدون أي مشكلة. ولكن يبقى العائق الوحيد برضو لما تيجي تسجل في اد بلو ميديا إن أنت لازم تسجل عن طريق بريد إلكتروني احترافي، مش بريد إلكتروني جيميل عادي، لازم تستخدم بريد إلكتروني باسم دومين اللي هو كونتاكت أو سبورت أو أدمن أو آت اسم موقع دوت كوم أو دوت نت. طبعا كتير بيعاني من امتلاك بريد الكتروني احترافي باسم الموقع، فانا جايب لك هنا عرض اوعى تفوته، والعرض متاح لفتره محدوده، ان انت تقدر تحجز دومين دوت كوم معاه بريد الكتروني احترافي مجاني لمده سنه
وكل ده بتكلفة أقل من 2 جنيه استرليني أو أقل من 2.5 دولار أو بمعادل 100 جنيه مصري. هسيب لك رابط تفعيل الكوبون لحجز دومين دوت كوم موجود في صندوق الوصف، اضغط عليه عشان يفتح لك الصفحة دي. بتيجي هنا وتبحث عن الدومين بتاعك دومين دوت كوم، تمام، وتشوفه متاح ولا لأ بنفس الطريقة I am available، وتبدأ بقى تتبع خطوات الحجز فوق في حرف الأي هنا، وإزاي تحصل على البريد الإلكتروني الاحترافي بالاسم اللي تختاره admin at اسم موقعك دوت كوم، وتقدر تسجل فيه في شركة اد بلو ميديا أو أي شركة تسويق بالعمولة بتشترط وجود بريد إلكتروني احترافي. فاوعى تفوت العرض وبادر بحجز الدومين بتاعك دوت كوم، تقدر تستغله في أكتر من طريقة للربح من الإنترنت، تقدر تربطه بمدونة بلوجر وتبدأ تنشئ مدونتك، وتقدر برضه تحقق أرباحك عن طريق بلوجر زي ما أنا شارح فوق في حرف الآي هنا. لكن لو انت حابب تبعد عن كل الدوشه وكل المشاكل، فانت عندك شركه تعتبر من اقوى شركات السبيه برضو، وهي شركه او جي ادز، تقدر تسجل فيها بطريقه مجانيه بدون اي مشكله، بدون اي تعقيدات، بدون اي مشاكل نهائيا اثناء التسجيل في شركه او جي ادز. هتلاقي شرح التسجيل في شركه او جي ادز فوق في حرف الاي هنا، تقدر تسجل فيها طريقة مجانية، وتقدر تبدأ مشوارك في مجال الربح والعمل على الانترنت عن طريق الربح من السي بي اي. واللي مش عارف اصلا يعني ايه سي بي اي، فانا شارح فوق في حرف الاي هنا او تحت في صندوق الوصف كل ما يخص السي بي اي او الكوست بير اكشن للمبتدئين اللي عايز لسه يبدأ في مجال الربح من السي بي اي. وطبعا لو انت بتتكلم باللغة العربية، فانت عندك فرصة لتحقيق ارباح تتخطى الالف دولار شهريا من اللغة العربية. تقدر تدخل على قائمة تشغيل الربح من اللغة العربية على قناتكم قناة تتعلم دوت نت، وعليها اكتر من 7 أو 8 استراتيجيات بشرح فيهم اكتر من طريقة للربح من اللغة العربية وانت مبتدئ. شوف الاستراتيجية اللي تناسبك وابدأ مشوار الربح من الانترنت من اللغة العربية دلوقتي، واوعى تضيع الوقت. يا ريت اكون قدرت افيدكم، ولو استفدتم اوعى تبخل عليا بلايك وشير واشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصلك جميع فيديوهاتنا وكل ما يخص العمل والربح من الانترنت. وانتظرونا فيديو جديد وشرح جديد للربح من الانترنت، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.